أرحب بالكاتب والمحلل السياسي أستاذ خالد البكاري من الدار البيضاء. أستاذ خالد، ما الذي يجري بين فرنسا والمغرب؟ هل نحن أمام أزمة جدية أم مرحلة فتور مؤقت في العلاقات؟ شكرا أولا على الاستضافة. هما الأمرار معا، طبعا هي أزمة لا يمكن لأي مراقب أن يخطئه بعينه. طبعا عاشت المغرب وفرنسا أزمات في سنوات عديدة جدا، ولكن لم تكن تستمر بهذه المدة الزمنية التي الآن تقارب السنتين. في أحيان حد كثيرة كان يتم تطبيقها في مدة قصيرة أو يتم تطبيقها بصمت. اليوم خرجت هذه الأزمة للعلن، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقول بأن هذه الأزمة يمكن أن تهدد العلاقات المغربية الفرنسية لأبد طويل. أعتقد أن المغرب وفرنسا سيرتبان علاقتهما بعد أن تزول مسببات هذه الأزمة، والتي هي مسببات يجهلها الرأي العام. وهذا هو سؤالي، يعني أزمة التأشيرات ربما تكون عرض لأزمة أخرى. برأيك ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة؟ أعتقد أن أزمة التأشيرات يتم تضخيمها هي أزمة عرضية، لأن هذه الأزمة لم تكن مع المغرب فقط، بل كانت مع كل دول شمال إفريقيا، مع الجزائر كذلك مع تونس. تم تسوية الأمر مع تونس باتفاق يقضي بقبول تونس إرجاع مواطنيها الموجودين على التراب الفرنسي في وضعية غير قانونية. بقي المشكل مع المغرب ومع الجزائر. طبعا في هذا السياق تستعمل السلطات الفرنسية أزمة التأشيرات لمزيد من الضغط على المغرب أو لمواجهة الضغوط المغربية كذلك. ولكن أزمة التأشيرات ليست هي لب المشكل بين المغرب والجزائر. ما يتم الحديث عنه في الإعلام الفرنسي وما يتم الحديث عنه كذلك في الإعلام المغربي يسلو تطبيقه بسرعة، وبيان أنه ليس السبب الحقيقي للأزمة. السلطات الفرنسية لم تعلن في بلاغ رسمي عن أسباب هذه الأزمة وعن جوهر الخلاف مع الرباط. كذلك المغرب لم يصرح عنه بشكل رسمي عن أسباب الخلاف، سجلت إما عن طريق الإعلام وإما عن طريق المصادر دون في وزارة الخارجية المغربية أو في وزارة الخارجية الفرنسية. ولكن حينما نتأمل هذه الأسباب التي يتم تقديمها فهي أسباب غير مقنعة. مثلا الفرنسيين يتحدثون على أن المشكل هو مرتبط بقضية بيكاسوس. فرنسا لم توجه أي اتهام رسمي لحد الآن إلى المغرب في هذه القضية. يتحدثون على أن سبب الخلاف مرتبط كذلك بالتقارب الفرنسي الجزائري، والحال أنه الجزائر كذلك لديها مشاكل اليوم مع فرنسا، وهناك توتر في العلاقات. دعنا أستاذ خالد نتوسع قليلا في هذه الزاوية، أنه البعض فعلا يرى بأن فرنسا وجدت نفسها بين الجزائر والمغرب، بين المطرقة والسندان في هذه الأزمة. هل ذلك صحيح؟ هل فرنسا تريد التقارب مع الجزائر على حساب المغرب؟ هو دائما فرنسا كانت تستفيد من وضع الخلاف بين المغرب والجزائر، وكانت تستثمر هذا الأمر من أجل ابتزاز البلدين كليهما. ولكن اليوم ورغم استمرار الخلافات المغربية الجزائرية، فإن الوجود الفرنسي في منطقة شمال إفريقيا وفي منطقة جنوب الصحراء عرف تراجعات كثيرة، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الدبلوماسي. وبالتالي ارتدت هذا السلاح ارتد إلى نقيضه، بحيث اليوم المغرب يريد أن يفرض شروط معينة على فرنسا، من بينها كذلك الموقف من قضية الصحراء وتطويره أكثر، رغم أن الموقف الفرنسي لحد ما هو إيجابي لصالح المغرب ودائماً يصوت في مجلس الأمن، ونحن نقترب من أكتوبر لصالح الطرح القريب من الطرح المغربي، ولكن المغرب يريد موقفاً أكثر تطوراً. كذلك الجزائر اليوم تريد أن تفرض شروطاً على فرنسا، مستثمرة أزمة الطاقة حول العالم، ومستثمرة كذلك علاقاتها ببعض المنظمات وببعض الدول في جنوب الصحراء، خصوصاً مع الأزمة التي تعيشها. إذن بالنسبة لفرنسا والمغرب، ألا يفترض بأن فرنسا هي الشريك الاقتصادي ربما الأول للمغرب، فكيف يتحمل البلدان هذا التوتر؟
لذلك أنا أعتقد بأن الأزمة هي أزمة عابرة، يمكن أن تكون للمغرب تحفظات على شخص ماكرون، ونحن نعود عدنا بالذاكرة إلى الوراء سنجد أن كان هناك توتر كبير في عهد حسن الثاني بين المغرب وفرنسا أثناء رئاسة ميتيرون. بعد ذهاب ميتيرون عادت العلاقات المغربية الفرنسية عادية حتى في ظل الحكومات الاشتراكية. رأينا أنه في عهد فرانسوا هولاند كانت العلاقات تقريبا بنفس المستوى الذي كانت عليه العلاقات مع في عهد جاك شيراك أو في عهد ساركوزي. لذلك أنا أعتبر أن المغرب محتاج إلى فرنسا، وفرنسا كذلك محتاجة إلى المغرب. فرنسا هي أول مستثمر في المغرب، هناك كذلك مشاريع كبرى ذات قيمة مضافة فرنسا هي التي تقودها في المغرب، من ذلك قطاع صناعة السيارات التي أصبح المغرب متطور فيها بالنظر إلى باقي الدول الإفريقية. وأعتقد أن السلطات المغربية أو النظام المغربي في هذه المرحلة عرف بأن فرنسا في حالة تراجع دبلوماسي، وفي حالة تراجع كذلك يمكن أن نسمي تراجع عن جيو استراتيجي ولو أنه مؤقت، لذلك تحاول أن تكسب المزيد من المكاسب في هذه الأزمة التي تعيشها فرنسا ماكرون. شكرا جزيلا لك.